السيد أبو الفضل وهو المشرف على القاعة المركزية في المتحف وكمان قاعة المومياوات الملكية عشان يشرح لنا أكتر القاعة بتضم إيه من الآثار المصرية. أهلا بيك يا دكتور سيد، بتشرفنا وإحنا مبسوطين وسعداء جدا إن إحنا موجودين مع حضراتكم هنا. أهلا بحضرتك. عايزين نحكي أو نشرح للجمهور فكرة القاعة المركزية إيه بتضم إيه؟ أولا احنا في القاعة المركزية اللي بتضم كل الفترات وكل العصور اللي عدت على مصر، بداية من عصور ما قبل التاريخ وكهف إنسان ما قبل التاريخ إزاي كان بيعيش، وبنبتدي بأول فاترينا اللي بتتكلم عن ما قبل التاريخ، وأول قطعة بتقابل الزائر هي السكيلتون أو هيكل نزلة خاطر، هو من أقدم الهياكل بيعود لحوالي 35,000 سنة، أنت متخيل حضرتك. وبعد كده بنبتدي على فاترينة الزراعة، يعني استقرار المصري القديم، استقر وعرف الزراعة، زراعة واستقرار يعني قامت عليها صناعات كتير زي صناعة الخبز. عندك فاترينة العمارة بتتكلم عن العمارة والأدوات اللي كان بيستخدمها المعماري اللي منها أدوات مستخدمة لحد النهاردة. بنتكلم على النسيج وصناعة النسيج، الكتان اللي هو كان شائع دلوقتي في مصر وما زال شائع اللي كان بيستخدمه المصري القديم. بنخش بعد كده نلاقي نفسنا على فاترينة الكاتب وأدوات الكاتب ونماذج من الحاجات اللي كان بيكتب عليها الكاتب، كرسي للملكة حاتب حارس أم الملك خوف ومن أشهر الملوك. بعد كده فاترين خيمة الأميرة إستمخب من الأسرة 21، هي كانت بتبقى الخيمة دي كانت بتبقى في التنقل في البر الغربي لما كان بيمكنه الموقف، فكانت كاستراحة على مسافات متباعدة بيستريح في بيحطوا فيها. الخيمة لقيناها زي ما هي كده، الخيمة دي خيمة من الجلد، خيمة من الجلد اتلقت في الخبيئة، كان حالتها سيئة طبعا، وتعاملنا معها بشكل كبير جدا زمايلنا في أخصائي الترميم تعاملوا معها لحد ما وصلناها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ألوانه زي ما هي كده. بعد كده نخش على مجموعة لشخصية مهمة جدا عاشت أيام الملك سيتي الأول ورمسيس الثاني اسمه سين نجم، المقبرة بتاعته اكتشفت تقريبا كاملة ولكن الكوليكشن بتاعته متوزعة على أكثر المتحف على مستوى العالم. عندنا مجموعة كبيرة جدا من الكوليكشن بتاعته، سواء من توابيت الباب المقبرة، مجموعة من التوابيت ليه ولمراته، مجموعة من الأساس الجنزي. عندنا العجلة الحربية للملك تحتمس الرابع من أشهر العجلات الحربية لأنها بداية البداية اللي مشي عليها بعد كده الملوك في أنهم يزخرفوا مقدمة العجلة الحربية بزخارف الحروبهم والحملات اللي بيقوموا بيها زي ما احنا شايفين. نماذج للأسرة اللي هم موجودين على من تحت هنا موجودين هنشوفهم قدام حضرتك، أسرة ده نموذج للأسير اللي المصري القديم بيمثله أنه مقيد ومكبل من الخلف. بعد كده بنخش على فاترينة الحلي الأميرة نوفيروت بتاعها من الأسرة الـ 12، ده الحلي اللي اتقى بتاعها بجوار هرم أبيها في الفيوم. بعد كده فاترينة الكوزماتيكس أو أدوات التجميل، فاترينة الموسيقى، وبعد كده بنلاقي نفسنا بنخش على فاترينة من أهم الفاترين وهي فاترينة الطب اللي بتعرض لي أقدم طرف صناعي على مستوى العالم قدامي والأدوات اللي كان بيستخدمها الجراح، طريقة الولادة في مصر القديمة هو كرسي الولادة اللي كان بيستخدمه السيدات، أقدم سونار او على مستوى العالم اللي قدامي دوت السيده وقدامها شايفين البيبي، فاترينة الساعات، الساعه الشمسيه والساعه المائيه اللي عرفها المصري القديم، العرض مدعم ببعض الشاشات لان العين بتقرا اسرع من البق، فطبعا الشاشات الصغيره داخل الفاترين دي بتوضح للزائر قد ايه الحاجه دي كانت بتستخدم وكانت بتصنع ازاي، يعني بتساعد اكتر كمان في العرض. بتساعد العرض هنا، العرض هنا عندنا فيه اكتر من حاجه التكنولوجيا مستخدمه فيه بشكل كبير، سواء شاشات على الاعمده بتوريني بعض الافلام القصيره عن الحضاره المصريه، او تابلتس بتبقى داخل الفاترين بتشرح القطعه نفسها، او شاشات تفاعليه زي اللي هناك دي الزائر بيتفاعل معاها وبيحاول ان هو يتفاعل مع الموضوع اللي عليها. بنخش على فتره اليونان الروماني، عندنا بعض العملات اليونان الروماني وبعض البرديات الحياة اليومية والمعاملات التجارية. فاترينة بتتكلم عن الحلي من الفترة ديت كنز دوش اللي اتوجد فيه الواحات الداخلة من منطقة دوش. بتكلم على تابوت سن نجم، ده من أثار المستردة تم استرداده 2019 وكان بيع بطريقة مزيفة للمتحف المتروبوليتان وتم استعادته. بتكلم على فترة القبطي، النسيج، مجموعة من النسيج القبطي والعمرات البيزنطي، مجموعة من النسيج الإسلامي والعملات الإسلامي، نموذج المشربية اللي كان بيزين البلكونات لحد وقت قريب في بيوتنا، مجموعة من المقتنيات الفترة القبطي، نموذج لصندوق الحفظ التوراة زي ما احنا شايفينه من مصر، مجموعة من الخزف ذو البريق المعدني فترة الإسلامي، عندنا نموذج لسجادة من قصر محمد علي، نموذج للعمارة الإسلامية في الخشب
المطعم بالعاج والزخرفه الاسلاميه ما يطلق عليها الطبق النجمي زي ما احنا شايفين منبر ابو بكر مزهر ده. سيد انا حاسس واحنا يعني ماشيين كده ان انا شفت كل العصور فجاه. ما هو ده اللي بيميز متحف الحضاره. انا بتكلم على كل العصور في المتحف يعني مش هقول متحف الحضاره هقول متاحف الحضاره لاني بلاقي المتحف المصري بلاقي المتحف الاسلامي بلاقي المتحف القبطي بلاقي المتحف اليوناني الروماني في مكان واحد. المصري بياخد لقطه سريعه على كل تاريخ المصري وكل الفترات اللي عدت على التاريخ المصري في قاعه واحده وكل فاترينا بتحكي كمان بتحكي موضوع. ده الفرق في متحف الحضاره. انا ما يهمنيش القطعه دي من عصر ايه وتواجدت فين والكلام ده كله. انا يهمني ما هو خلف القطعه نفسها المردود الحضاري كانت بتستخدم في ايه كان بيعمل بيها ايه كان بيصنعها ازاي. ده اللي بنركز عليه في متحف الحضاره. دخلنا لفتره الحديث مجموعه من اشهر الامثال او طلعت حرب ابو الاقتصاد المصري بندعم العرض ببعض الماكتات عشان نقول ان طلعت حرب هو اللي اول اللي اسس بنك مصر. ده نموذج لبنك مصر. الفترين هناك دي فيها مثلا صوره لمحمد علي والقناطر الخيريه الخديوي اسماعيل ومبنى قناه السويس. بنخش بعد كده ابتدينا بالعصور القديمه وصولا لعصر العصر الحديث والمعاصر. عندي نموذج دي اخر كسوه اتعملت في مصر ورجعت ومكتوب حتى لو هنبص في الشريط الكتابي في عهد الرئيس جمال عبد الناصر 1381 هجريه. دي اخر كسوه اتعملت في مصر بالظبط ورجعت لمصر. يعني عندنا نماذج لمفاتيح محتاجه يعني لو ده 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 كده باب الكعبه. دي كانت بتبقى على باب الكعبه وده كان بيبقى الشريط اللي عليها. لو حضرتك قرات كده في عهد الرئيس جمال عبد الناصر 1381 هجريه عظيمه. نموذج لمفاتيح الكعبه والكيس اللي كان بيتم فيه وضع الكعبه. نموذج لبعض الاواني من العصر الحديث اللي هو الطست والابريق اللي كنا بنستخدمه لحد وقت قريب. فاتينا بتتكلم عن التراث والملابس التراثيه اللي بتمثل مثلا سواء المراه النوبيه المراه الفلاحه او الصعيديه السيناويه السيويه وبعض الاكسسوارات اللي كانت بترتديها سواء من ذهب القشره او الفضه او الاحجار الكريمه. ذهب قشره او ده فتره التراث يا فندم فتره الحديث. بنبص على بنخش بعد كده فتره الفنانين التشكيليين المصريين. نموذج او قطعه اصليه من مقتنيات الفنان محمود مختار. بعد كده عندنا محمد مندور وسعيد الصدر. وبنختم الجوله ببعض الماكتات اللي بتمثل بعض الماكت. ما هو الا وسيله صغيره للناس اللي ما راحتش الاثر ده فتقدر تشوفه من بره ومن جوه. نماذج مختلفه بنبتديها بنموذج لمسجد السلطان حسن وطبعا زي ما حضراتكم شايفين العرض برضو بيدعموا بعض البانرز اللي بتشرح الموضوع نفسه والقصه من خلف الموضوع ده. احنا يعني ابتدينا بالدوله القديمه والعصور ما قبل التاريخ وانتهينا هنا بفتره التراث والحديث. انا لاحظت كمان ان ناس كتيره جدا بتلفت انتباهها البانوراما او العرض شاشه العرض الدائريه اللي هي تعتبر من اكبر شاشات العرض الموجوده على مستوى المتاحف العالم ومش موجود ليها مثيل غير في متحف الحضاره. زي ما حضراتكم شايفين الرنج دي بيعرض عليها بعض المواقع وبعض المناظر من المقابر. هنلاقي الرنج اللي بتلف ديت عليها المومياوات والتوابيت وبعض الاكسسوارات. الزائر بعد كده لما يجي ينزل قاعه المومياوات يوم 18 هينزل من السلم اللي قدام حضراتكم ده وهيمشي على الـ على الـ على الـ على الشاشه نفسها. الشاشه دي معموله على اساس ان يتمشي عليها. فانت حضرتك تخيل بقى ان انت هتنزل وتمشي على المناظر دي وهتعيش جوه المنظر وجوه الموضوع نفسه اللي بيحكيه او بتحكيه الشاشه. استاذ سيد كمان بصفه حضرتك يعني مشرف ايضا على قاعه المومياوات عايزين نعرف التجهيزات فيها وصلت لفين وان شاء الله هتكون متاحه للجمهور امتى؟ والله طبعا النقل حصل امبارح وطبعا احنا عقبال ما نزلنا كل المومياوات ودخلناها في المخازن بيتم حاليا اللي هو عمليه فك وتغليف. انا بفك التغليف بتاع الموميا وبفك الكبسوله اللي هي موجوده فيها اللي هي مغذاه بغاز النيتروجين لحفظ الموميا. هيتم بعد كده نقل المومياوات موميا الى داخل فترينه العرض بتاعتها. وعايز اقول لحضرتك ان لاول مره يتم عرض مومياوات ما كانتش معروضه في المتحف المصري هتكون معروضه في متحف الحضاره. مش كل المومياوات اللي تم نقلها امبارح كانت معروضه في معروضه لا كان في بتاع 3 او 4 مومياوات ما كانوش معروضين. ولاول مره يتم عرض الموميا بجانبها التابوت اللي تم اكتشافها فيه ولاول مره برضو يتم عرض بعض الاكسسوارات اللي وجدناها ساعه اكتشاف الخبيئه وتخص بعض الملوك. هيتم عرضها بجانب الموميا وجانب التابوت في قاعه المومياوات الملكيه اللي هي في الاساس مصممه ومجهزه انها تحاكي المقبره الملكيه من بره
عباره عن جبل زي ما حضرتك شايف، ومن جوه هتلاقي نفسك ان انت بتنزل في سلم منحدر اكنك نازل على مقبره في وادي الملوك بالظبط. وهتلاقي المنطقه تحت مقسمه ان كل موميا في مكان مستقل بذاته، ومع الموميا هتلاقي التابوت وبعض الاكسسوارات. عندنا برضو بعض الشاشات اللي بتورينا على سبيل المثال الملك سكن نراع طاعة الثاني اللي هو اول موميا هتقابلنا، هو اللي ابتدى الحرب ضد الهكسوس ومات في ميدان المعركه وقتل باكثر من طريقه او اكثر من سلاح. ده هيبان في شاشه بتعرض لي الاكس راي او الاشعه المقطعيه اللي تم عملها للملك سكن نراع، وهتبقى قدام الجمهور وهيقدر يعرف قد ايه هو قتل وباي طريقه قتل الملك سكن نراع طاعة الثاني في ميدان المعركه. يعني يا استاذ سيد، لعشرات السنين كانت المومياوات الملكيه موجوده في المتحف المصري بالتحرير. النهارده كان اول ليله ليها، او امبارح كانت اول ليله ليها، وهي موجوده هنا تحت اشراف حضرتك. شو حضرتك الشخص ايه بقى وانت عندك يعني ملوك تاريخهم يعود لالاف السنين وهم موجودين تحت اشراف حضرتك حاليا؟ اكيد حضرتك، اكيد حضرتك الاحساس نفسه كان مش انا بس، ده كان كل العالم. عمليه النقل اكيد جسمنا كله يعني حصل لنا حاجه كده انا يعني عمري ما حسيتها في عمليه النقل نفسها، وفي الـ وفي الـ وفي الموضوع نفسه في النقل والاحساس انك بتنقل المومياوات بالطريقه ديت، وفي الاحتفال العالمي اللي حدث دوت لحد ما جه متحف الحضاره وهيستقبلوا متحف الحضاره. طبعا احساس لا يوصف طبعا بان هم خلاص وصلوا متحف الحضاره ووصلوا مقرهم الاخير، لان احنا عارفين هم كان تم نقلهم للاقصر ساعه لما تم اكتشافهم وراحوا المتحف فولاء، وبعد كده من متحف فولاء راحوا قصر الجيزه، وبعد كده قصر الجيزه لما تم بناء المتحف المصري جم للمتحف المصري. فده اخر نقله ليهم واخر مقر بالنسبه لهم ان شاء الله هنا في متحف الحضاره المصريه، وعرضهم في المتحف المقاوم للحضاره المصريه هيتعرضوا بطريقه مختلفه هتبهر الناس وهتبهر العالم كله ان شاء الله. ان شاء الله يوم 18 ابريل هيكون 18 ابريل كل... وده يوم، وليه 18 ابريل بالذات برضو عشان ده يوم التراث العالمي، يعني احتفال بيوم التراث العالمي واحتفال بافتتاح قاعه المومياوات الملكيه. يعني كلنا متشوقين كمان نشوف يعني بعد العرض الرائع اللي شفناه جوه القاعه المركزيه والجمال الحقيقه والقطع الاثريه اللي شفناها اول مره، ويمكن كمان زي ما حضرتك قلت الميزه هنا اننا بنشوف حكي للحضاره المصريه، يعني كل الفترات كل الفترات واحد. وكل الازمنه، ولو انت تايه في النص، لو انت مش فاكر مين قبل مين ازاي كان بيستخدموا كذا وازاي الموضوع تطور في ادوات الطب في الزراعه في الصناعه في غيره، هتقدر هنا بس في اقل من 10 دقائق او ربع ساعه تفهم التطور اللي حصل في الحضاره المصريه والعصور المختلفه، وكله تحت اشراف الاستاذ سيد ابو الفضل اللي شرفنا هنا. وان شاء الله كمان متشوقين جدا ان نشوف قاعه المومياوات الملكيه باذن الله. ان شاء الله منتظرينكم يوم 18 بامر الله عشان تخشوا معانا قاعه المومياوات الملكيه، بس اللي قلبه ضعيف ما يخشش معانا. لا ان شاء الله كلنا يعني متحمسين جدا نشوف العظماء اللي احنا شفناهم كلنا طبعا في الوقت امبارح باذن الله. شكرا، شكرا لحضرتك، شكرا ليك.